هكذا بدت الصوره قاعه الجلسات الفارغه بالمحكمه الابتدائيه بصفاقس واحد والمشهد تكرر في اغلب المحاكم بصفاقس انه اضراب القضاه الذي دعت له جمعيه القضاه التونسيين بعد انسداد افق التحاور مع وزاره العدل اضراب حضوري انذاري له اسبابه احنا اتخذنا قرار باضراب انذاري وانذرنا السلطه التنفيذيه منذ يوم 29 اكتوبر انه في صوره عدم التراجع عن التعيينات القضائية الأخيرة فأن القضاة سيكونون مضطرون لتنفيذ الأضراب يوم 7 نوفمبر إلى آخر عشية يوم أمس لم نلقى أي تجاوب من السلطة التنفيذية ولذلك قررنا تفعيل قرار الإضراب لليوم أكيد مسين الإضراب وإحنا نتمسك بموقف الجمعية و... ومشينا على خاطر عنا ما يبرر الإضراب نتاعنا و... وما احناش باش على المبادئ وباش عليها لاخر لحظه قانون احداث هيئه القضاء العدلي الصادره في ماي 2013 من مشمولاتها تسميه وترقيه وتعيين ونقل القضاة وكل حركه صادره عن غير هذه الهيئه ليست قانونيه 14 اكتوبر سيد وزير العدل يصدر مذكرتي عمل يعزل بموجبهما السيد المتفقد العام والسيد رئيس المحكمه العقاريه اللي هما من وظائف الكبرى في خرق واضح وصارح للقانون لم يحترم القانون قانون وضع مجلس تأسيسي في 2 ماي 2013 هيئة القضاء العدلي صدرت بيان طالبت فيه وزير العدل بالرجوع على المذكرة العمل لديه وأنه لا يعقل أنه متفق عام ولا رئيس محكمة مع عقارية بمجرد مذكرة داخلية يقع عزل منصب وأنه الهيئة هي صاحبة النظر وهي المختصة ب تعيين او عزل القضاه السامين هذا الاضراب استثنى القضايا الحساسه وهو اضراب حسب مقرريه لفائده المواطن وللتصدي للتعيينات حسب الولاءات السياسيه فما قضايا معينه تكتسي صبغه استعجاليه ولا صبغه متاكده ولا فيها ظروف متاع متهم مش نصب حقوقه احنا وقتها بيصير فما استثناء للقاعده اما بعض المرافق الضروريه الاستعجاليه في المحكمه يعني فما قضايا استعجالية قضايا يمكن الموقوفين، قضايا الطفوله المهدده، قضايا الارهاب كذلك، نحن اضربنا للمبدا. اضربنا لحسن ولسلامه تطبيق القانون. احنا نحن اضربنا لمصلحه المواطن التونسي انه من هنا فصاعدا يجب ان يحترم القانون، ويجب ان تكون التعيينات بعيدا عن تاثيرات السلطه التنفيذيه. نسبه نجاح هذا الاضراب تبقى رهين التزام القضاه به وبمبادئه ويبقى للمواطن الحلم. حلم بقضاء مستقل بعيد عن المناورات والتجاذبات السياسيه